قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، نحييكم أجمل تحية في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مسك الختام. حلقتنا لليوم سنتحدث فيها عن جمال المرأة الذي يبرز أكثر فأكثر عندما تتصف بخلق الحياء. الحياء هو رأس مكارم الأخلاق، بل هو زينة الإيمان وشعار الإسلام. لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الحياء دليل على الخير، وخير البشرية محمد عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء، لم يمنحه حياءه من قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يسعنا إلا أن نقول هنيئا لكل من جعلوا الحياء والحشمة صفة من صفاتهم. الحياء عمدة الدين، هذه وحدة، وبلا حياء ما كاش إنسان. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فافعل ما شئت. الإنسان لما عندوش الحشمات ما براس يدير واش يدير. الحياء في نفوسنا أولا، لازم نكون نفسي فيها حياء. خلاص إذا كان عندي حياء بداخلي راح يكون عندي حياء في مظهري. في اللباس لابد على الشخص أن لا يكون هرطقيا خارجا عن تقاليد مجتمعه، لابد أن يكون في كلامه، لابد أن يكون كما يقال الرزانة في الكلام وحتى في المعاملة. الفتاة هذه باش تمسك حياتها لما كدي الفولارة هذه حبي قل لازم تكون مسترة من الفوق حتى لتحت، ما هوش نص فولارة فوق وتحت يعني الكشفة. الحياء هو مبدأ من مبادئ الإنسان المسلم في أخلاقه وفي أفعاله وفي تصرفه وفي تعاملاته مع الناس مع الغير، سواء عن الرجل أو عن المرأة. ديننا يطلب الحياة، ديننا يطلب باش نلبسوا الحجاب، والحجاب سترة، والسترة حياة، يعني مرتبطين بعضاهم، ما نقدروش نفصلوا هذه على هذه. يكون خلق الحياء على حسب حياة القلب، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم، وقلة الحياء من موت القلب والروح. في الجزائر والحمد لله فتيات كثيرات اتصفن بهذا الخلق، ورسمن أجمل صورة لبنات الإسلام وبنات محمد عليه الصلاة والسلام، من بينهن الفتاة مروة، تلك الفتاة الجميلة وخفيفة الظل والتي عشنا معها قصة اليوم، على أمل أن نعتبر ونتخلق بما جعلته هي أهم شيء في حياتها. كثيرات هن الفتيات من تربين على الحياء في عصر لبس ثوب الغرابة بعيداً عن عاداتنا وتقاليدنا المحافظة وتعاليم ديننا الحنيف تحت غطاء ما يسمى بالتحرر. ولكن الجزائر بلاد الحرائر من النساء، من لا تزن على العهد محافظات وعلى أخلاق الصحابيات مقتديات. وقدوتنا لليوم فتاة في 17 من عمرها، ذات ملامح بريئة وقلب طيب وصاحبة عقل متزن، تجتهد لترتقي بمستواها ولنيل أعلى المراتب تعبيراً عن تقديرها لمجهودات والديها، فكانت نعمة البنت ونعمة التلميذة في دراستها. في اسمها بحثنا عن المعاني، فكانت مروة اللؤلؤ البيضاء، وهي بذلك تحمل اسما على مسمى لفتاة جميلة زادها الحجاب جمالا وأنار الحياء حياتها، فكان الفوز والنجاح من نصيبها. أول مرة لبس الحجاب في سنة سادسة، كان عمري 11. لما لبسته يعني عن قناعة، وكانت واحدة تعطينا مثال تقولنا أن الإنسان اللي دا الحجاب هي كالجوهرة، معناتها كالجوهرة حتى واحد ما يقدر يمسها،
عندها البحار يخاطر على جالها، يعني كان ما يسيبها شيء يخاطر على جالها باش يجيب هذيك اللؤلؤه. هكا الانسان يكون يعني الفتاه اللي تكون ملتزمه ودايره حجابها، ربي راح يزيد يفتح لها طرق هي ما تعرفش كاع من تلقاهم. يعني اذا اراد الانسان ان يكلم الله فليصلي، واذا اراد ان يكلمه الله فليقرا كتابه. فالقران الكريم اعظم شيء اشكر الله على نعمتي اني كنت من الذين يدرسون القران ويحفظونه ويجتهدون لحفظه. الحمد لله انا اجتهد الان ان احفظه، والحجاب يعني اعانني. فاريد ان اكون نموذج لكل الفتيات. فتحت عيناها في كنف أسرة محافظة حرصت على تربيتها تربية سليمة، فكانت أهلاً للثقة، فنالت بذلك رضا الوالدين وزينت حياتها بدعواتهم المباركة. يعني جبت أنا يعني وجدت لي سوجي واني نريفيزيها كشوية. مروة بنت يعني الحمد لله نجحة قرايتها ربيتها ما شاء الله، تحب تدير الخير، تقرأ قرآن، تحب تساعد الناس، يعني بنت متواضعة كما بنات الجزائر كامل. حتى يعني الحجاب تاعها لبسته بسهولة، كان حتى عراقيل حبات لبست باقتناع، ما ضغطش عليها ولا، بكل سهولة لبسته، بكل سهولة كاع يشكروا فيها. ما نروحش يعني شغل، هي كل حاجه، ما زعما نسقسي عليها ولا، هي قائمه بالدور تاعها. والاساتذه يعني تاع كاينه استاذه من البدايه من اللي كانت صغر، سيده غزاني نشكرها بزاف، هي اللي عاونتني. وفي المسجد الثاني سيده نجيه. اختارت مروة لنفسها صديقات يشبهنها في الطباع والأخلاق، لأنها تعلم أن الخير في الرفقة الطيبة، ومن صحبتها تلمس الانسجام في التربية. جمالهن حافظن عليه بحجاب وثوب العفيفات حتى وهم في سن الزهور، فزادهن الحجاب تشريفا وجاها. ومن سورة الأحزاب تعلمن حكما بعدم التبرج، فلبينا من دعاهن. بعد ساعة من الدردشة في أمور الدراسة حان الوقت لنعيش مع مروة فصلاً آخراً من حياتها، أو الجانب الثاني، أين تفرغ طاقاتها وإبداعاتها من خلال عروض مسرحية. فكل ثلاثاء لها موعد في دار الشباب، أين تنتقل رفقة صديقاتها للتدريب. لا صوت يرفع ولا ضحكات تتعالى، وإنما تمشي بحشمة وبخطوات ثابتة، ولا تكاد ترفع عينيها من الأرض، وبابتسامة خفيفة تقابل الناس وتتعامل باحترام مع من يكبرها سنا. فلا معاكسات ولا مضايقات من الشباب، لأنها صانت نفسها بحجاب واختارت الحياء عنوانا لها. نادي الفتاة، نديروا نشاطات، نجيبوا استشاريين يعنون في مواضيع النجاح، الثقة بالنفس. ونحن على صدد يعني فعل مسرحية حول المرأة، وأيضا يعني ندير مناظرات، يعني مشاريع بزاف متلاقة مع الفتاة. رافقناك من المنزل حتى دار الشباب، احكي لي دوكا لهنا الفتاة كيفاش تحافظ على نفسها من مضايقات الشباب؟ يعني كيما شفتوا من قبل مشينا في امام الناس، يعني
ما لاحظنا حتى مضايقات. يعني الفتاة لما تكون تمشي بحيائها هو اللي راح يخليها يعني تمشي كأنها هي مصانة، يعني مصانة. فالتبرج الزائد وكثرة الضحك هي اللي تجلب الانتباه، معناتها هي اللي راح تخلي يعني المعاكسة تزيد. وحتى ايضا العنصر المهم هو الحجاب، حتى الانسان كي يشوف بنت لابسه حجاب اصلا راح يحترم هذاك الحجاب، ما يعرفش حتى لشخصها راح يحترم الحجاب اللي راهي لابساته. داخل قاعة التدريب للعرض المسرحي سيكون عنوانه المرأة على مر العصور، وقفنا على علاقة احترام وتقدير للمدربة والأستاذة التي لطالما كانت القدوة لهن. ومروة واحدة ممن يشار إليهن بالخير والسيرة الطيبة، ويشهد لها على طيبة أخلاقها التي مكنتها من كسب القلوب ومحبة الغير. الأستاذة عبدوش كان لها أثر في حياتي، نشكرها يعني شكر جزيل. فبداية لما كنت نروح نحفظ القرآن يعني كانت تحفظنا، ولكن حفظ القرآن لم يكن حفظ القرآن وفقط، بل كانت تعطينا رسائل، تعطينا كلمات، تعاوننا، تساعدنا. نحسها أنها الأم الثانية، معناتها تكون عندنا مشكلة بما أنها هي تبحث وتتجانع البحث. لما أنا نشوف أستاذة وعندها مسؤولياتها وعندها أولادها تخدم عليهم وأنا ما عندي حتى مسؤوليات ونشوفها تبحث، معناتها هذه شجعني أني أبحث أنا أكثر. أيضا يعني كانت تجي كل وقتها تسخر وقتها باش تخدمنا، كان عندها حب التطوع، معناتها ما تكونش كتومة على المعارف اللي عندها، يعني تزيد لنا من عندها، توسعنا المعارف ديالنا، بس خلينا كل ما تكون فرصة لعلم أو لأي حاجة تفيدنا إلا وهي الأولى تصل بيها. والله يعني مروة هي من العناصر يعني النشيطة في النادي، وبدون يعني مجاملة كل الفتيات اللي في النادي مبدعات، والله يعني فيهم من الصفات والطاقات الهائلة، لو يوفر لهم الجو يعني ممكن يعني يضع يعني يخلي بصمة في هذا المجتمع. يعني وهذا الخلق ظاهر في سلوكاتها، في لباسها، في حتى في كلامها ومع الناس، في تعاملها يعني ممكن معي كأستاذة، في تعامل يعني حتى يعني قضية التعامل مع الأساتذة، يعني كي تحكي لي كيفاش تعامل مع الأساتذة، يعني يشوفوا بلي هذا الخلق كان له أثر في تعاملاتها وفي معاملاتها مع المحيط تاعها. هي كغيرها من الفتيات نشيطة ومرحة وفي حياتها فاعلة، تحاول إثبات ذاتها وشق طريقها في العلم وفيما يرضي الخالق، فاختارت الحجاب لباسا وابتعدت عن مظاهر التبرج، واتخذت من ابنة أحب الخلق صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها القدوة، وكلها أمل أن تكون من نساء الجنة وتلبس لباس العفة والطهارة وتعطي درسا قاسيا لكل من يريد أن يمس بهيبة الإسلام ومبادئه وبحرمة وأخلاق نسائه. فما أحلاك يا بنت الإسلام، ويا من ستربين في يوم من الأيام تحت لواءك جيلا من الأجيال. رسالتي لكل فتاة مسلمة أينما كانت أن تحل بخلق الحياء، فهو الذي سيساعدها في تحدي كل الصعوبات التي تواجهها في هذا المجتمع وتتخطى كل هذه الصعوبات وتحقيق أهدافها. ورسالتي أيضا أن لكل فتاة أو لكل إنسان قدرات كاملة، يعني تبقى لمسة أخيرة فيحرك هذه القدرات، فالله سبحانه عز وجل عادل فيعطي لكل إنسان ما يعينه على إبراز نفسه، فالإنسان متميز إلا أن يبرزهم. وأقول أيضا لكل فتاة أن تحقق أهدافها وتسعى لتحقيقها مهما تجاوزت من صعوبات. لنتأمل حياء أمنا عائشة رضي الله عنها، نعم المرأة المؤمنة التقية النقية. عن عائشة تقول: كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله وإني واضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر رضي الله عنه معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر،
لكم هذا هو حياؤها مع الأموات، فما بال الأحياء. مشاهدين الكرام، ارتأينا اليوم أن نجمع لكم بعضا من المقصور الثقافي حول ما قيل عن الحياء الذي أصبح عملة نادرة في زمننا. قيل أن الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل، امرأة بلا حياء كطعام بلا ملح، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. الحياء في الصبي خير من الخوف، لأن الحياء يدل على العقل، أما الخوف يدل على الجبن. وصلنا لختام هذه الحلقة التي نتمنى فيها أن يرزقنا الله وإياكم كمال الحياء والحشمة، وختم الله لنا ولكم بخير. نترككم على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.